نروح مع حضراتكم لموضوع آخر. النهارده وافق مجلس النواب نهائيا على تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. مشروع القانون بيستهدف الحد من التركزات الاقتصادية اللي بتؤثر في هيكل السوق، بيترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل. ده بيؤدي لخلق عوائق لدخول السوق أمام المنافسين الجدد أو التوسع فيه، وده طبعا بيحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر، وبيمنع تدفق الاستثمارات المحلية وطبعا الاستثمارات الأجنبية. خلونا نتعرف مع حضراتكم على تفاصيل أكتر. معانا على التليفون دكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. دكتور أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. استاذه ايمان، في البدايه خلينا نعرف تفاصيل جلسه النهارده، وازاي هتؤثر هذه التعديلات في القانون بشكل ايجابي على الاقتصاد المصري. الحقيقه القانون حمايه المنافسه والتعديلات اللي تمت عليه يمكن خدت حظ وفير من الدراسه احنا شغالين فيها من دور الانعقاد الماضي وكملنا فيها المره دي كمان. التعديلات في غاية الأهمية، لأن مصر ببساطة أصبحت سوق واعدة جدا، أو يعني مساحة اقتصادية واعدة جدا للاندماجات والاستحواذات سواء الأجنبية أو المحلية. وده ما يعني دي مش أمال ولا أحلام، يعني التقارير بتقول والأرقام بتقول إن احنا مصر دلوقتي بقت تاني أكبر دولة على مستوى العالم بعد أمريكا في جذب الاستثمارات والاندماجات والاستحواذات، بدليل ان العام الماضي كان في نمو عندنا في عدد الاندماجات والاستحواذات بمعدل 50% زياده. نعم. وحققنا حوالي 10 مليار دولار نتيجه 233 صفقه اندماج واستحواذات. اذا هي في سوق واعده جدا للكيانات الاقتصاديه الضخمه اللي ممكن تكون موجوده عندنا على ارض مصر. على قد ما ده يبقى شيء مبشر، وان احنا عندنا المجال امن للاستثمار الاجنبي والمحلي والتكتلات الاقتصاديه، على قد ما لازم ابص لاي اثار سلبيه ممكن تنتج عنه الى جانب اثاره الايجابيه. لازم احمي اقتصادي، احمي المستثمرين بتوعي، لازم احمي صغار المستثمرين وخاصه المشروعات الصغيره والمتوسطه، لان لو في احد الاندماجات ده بمنتهى البساطه جاي بشكل سلبي بوضع مسيطر ان هو يكون محتكر للسوق، اذا في الحاله دي انا كده بضر الاقتصاد بتاعي بدل ما بنفعه، وبدل ما احقق الهدف الرئيسي اللي انا عاوزاه من اي اندماج. ايه اهم التعديلات يا دكتور اللي حصلت فعليا على مشروع القانون؟ في الاساس ان احنا بنحط حدود رقميه للسقف اللي ممكن اعتبره تركز اقتصادي. لا. الأساس الأهم أن يكون الرقابة على التكتلات والاندماجات والاستحواذات هي رقابة سابقة مش لاحقة. قبل ما التكتل الاقتصادي أو الاندماج يشتغل لازم يكون واخد موافقة من جهاز حماية المنافسة إلى جانب الرقابة المالية. إذا تعدى حدود مالية معينة، إذا تعدى سقف معين، السقف المالي ده ممكن يخليه في وضع مسيطر من السوق. على اساس ان هو لو سيطر على نسبه اغلبيه في قطاع معين او في مجال اقتصادي معين، اذا قبل ما يتعمل الاندماج ده لازم يخضع للفحص ثم الموافقه. طبعا مع وجود عقوبات اذا ده ما تمش، لان في الاول وفي الاخر انا لازم احمي الاقتصاد بتاعي، لازم احمي عدم وجود اي منافسه ضاره، لازم احمي نفسي من اي احتكار لاي مجال او اي سلعه. هذه القوانين وهذا القانون الجديد بالتعديلات التي حدثت عليه، كيف يمكن ان يساهم في استقرار السوق المصري؟ اي سوق بتكون بتستوعب المستثمر الاجنبي او الاندماجات بتكون سوق واعده وبتعلي جدا من التصنيف الائتماني او التصنيف الدولي لاي دوله. بتدينا فرصة أكتر، كل ما يكون عندنا كيانات اقتصادية دولية تدينا فرصة في المؤسسات الدولية إن يكون تصنيفي، أقدر أخد بيه منح، أقدر أخد بيه قروض، أقدر كمان في حاجة مهمة جدا إن قانون زي ده بالتعديلات دي هيحقق لي اللي إحنا بنسميه الحياد التنافسي، إن ما يكونش في أي كيان اقتصادي بيأثر بشكل ضار على كيان آخر، وده مهم جدا في تنفيذ وثيقة ملكية الدولة اللي الدولة المصرية كلها بتسعى ليها دلوقتي. نعم. احنا في شروط مهمة دولية علينا بتقول لازم يتحقق حياد تنافسي في أي اقتصاد جاذب للاستثمار.
مش هيتحقق الاقتصاد الحياد التنافسي والمنافسه الحره والسوق الحر والاقتصاد الحر الا بوجود حمايه رقابيه قانونيه وتشريعيه بتجرم اي تركز ممكن يسبب وضع مشاهير او يحتكر على السوق. شكرا جزيلا دكتوره غاده علي، عضو اللجنه الاقتصاديه بمجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، شكرا جزيلا لحضرتك.